السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عدنا من جديد. المهم مرحبا بكم في منوعات مع عزيزه، ديما الجديد ان شاء الله. اليوم غنديروا واحد البسيطلات اللي كيتصايبوا غير بالعجينه المسمن، يعني ما تحتاجي تصايبي لا ورقه لا حتى شي حاجه، يعني بلا ما تمحني. ها انتم معنا. المهم كديري الدقيق اللي غيكفاك، حيت غنديرهم غير صغيورين. الا بغيتو ديروها حتى كبيره راه كتصدق. المهم انا غادي ندير شويه ديال الدقيق، بغيت ندير حساب قياس شي سبعه سبعه ولا سته البسيطيلات صغار، ماشي صغار مويان. المهم انتم معانا، كنحتاجو غير الماء دافي، يكون دافي ما سخونش بزاف، والدقيق وشويه الملحه. اللي بغى يزيد الزعتر يزيدو، انا حيت غنديرو في الحشوه وهذا ما غاديش نكتفي غير بالملحه صافي. المهم انتوما معانا، نعجنوها. راه كتجي مورقه في حله في حله نيت، دايراها بالورقه وها انتوما غتشوف. يا مرت الدنيا. المهم انتوما معانا، تحاولوا البنات ما ترخفوهاش بزاف عجينة المسمن، تخليوها غير شويه قاصحه على المسمن، شويه كيكه. المهم البنات ها هي من بعد ما عجناها، هانتوما كتشوفوها، شتي ما مطلوقاش، المهم عجينة ديال المسمن. المهم غنخليكم نخليوها ترتاح تقريبا شي ربع ساعة هكاك ولا ساعة ولا اللي بغيتو. إلا كان عندكم الوقت ديروها في البابي فيلم أليمونتيغ وديروها في الثلاجة وخليوها حتى وكان زعما، واخا تبقى حتى نص نهار ما عندناش مشكل. غنخليوها ترتاح ونمشيو نوجدوا الحشوه ديالنا، صافي خليكم معنا. المهم البنات بعد ما خلينا العجينه كترتاح، دابا غادي نقدموا لكم الحشوه. المهم باش غادي نصايبوا الحشوه، هذه كتسمى زعما بسطيله كذابيه، حنا غنديروها هي بشرائح ديال لا دانت، يعني الديك الرومي، وغنديروها حنا بالنسمه ديال الحوت باش كتجي فيها هذيك الريحه ديال الحوت، يعني اللي ما كيعرفش كيتغشم فيها. المهم كنسميوها بسطيله كذابيه. المهم باش نصايبوا الحشوه غنحتاجوا جوج بصلات صغار مفرومين، لا دانت يعني الديك الرومي، على حساب. المهم نتوما هنا اكتفيت بهذا القدر غير شويه، حيت غتخلطوا مع الحشوه ومازال كاينه الشعريه الصينيه، يعني غتكثر الحشوه. فلفله خضراء، فلفله حمراء، فلفله صفراء، زيتون، زيتون خضر مقطع، زيتون كحل مقطع حتى هو كذلك، الفرماج محكوك هكا، الربيع، والتوابل كاينه هنا الملحه على حساب القدر نتوما اللي دايرين، كاين هنا الابزار معلقه صغيره، كاين هنا سكينجبير حتى هو كيتواتى مع الدجاج ومع الديك الرومي، كاين هنا نص معلقه صغيره، كاين هنا تحميره معلقه صغيره شويه عامه، كاين هنا قزبر حبوب، كاين هنا الخرقوم، وهنا كاين الزعتر، وطبيعه الحال كاين زيت المائده، الملح بطبيعه الحال قلنا هي الاولى، كاينه زيت المائده. ونبداو على بركه الله. المهم في المقله البنات اللي غتبغيو تشحروا فيها، غديروا فيها شويه الزيت هي الاولى، وغتحطوا هاد المقادير ديالكم اللي غديروا، وغنديروا عليها التوابل كاملين اللي حضرتهم دابا اللي قلت لكم دابا صافي. وغتشعلوا عليها البوطه، خاص تخليوها حتى تشحر، غتزيدوا الربيع. المهم كاع داكشي اللي قلنا راه غديروا الا الزيتون والفرماج، حتى الزيتون حتى كتبدا طيب شويه عاد كتدخل معاه الطيبه عاد باش كنلوحوا باش كيتنسم مع كيتجانس مع الخليط كله مع الحشوه كامله. وبالنسبه سميتو الفرماج راه كيف ما عرفتو حتى كتبداي تعمري في البسطيله عاد كتبداي ديري شويه الفرماج كديري عاد باش كتجمعيها، نتوما راكم عارفين. المهم حنا غادي نشحروا هادشي ونرجعوا لكم. المهم البنات انا نسيت ما قلتش لكم الثومه، بغيت نقول لكم بان الثومه ضروريه، غير هي اصلا خاصه دير حتى تبدا الحشوه قربت تطيب، عاد باش ديروا الثومه باش كتبقى النسمه ديالها في الاخر كتبقى زوينه بزاف وكتتماشى بزاف مع الديك الرومي. يلا المهم احنا غادي نبقاو نحركوا فيها حتى تطيب وندوزوا باش نرجعوا باش
نعمروا معاكم السلطه ديالنا. دابا غادي نزيدوا الزيتون حتى تقريبا كتقرب طيب، عاد باش كنزيدوا على الزيتون غير باش تدخل العطريه كتدخل حتى مع هذاك الزيتون باش كيتنسل ما كيبقاش فيه ريحه الزيتون المعتاد اللي كنعرفو. ونرجع صافي الحشوه ديالنا سالات، غنطفيو عليها وندوزو باش نعمرو بصيفات ديالنا. ها هي الحشوه ديالنا من بعد ما ها هي طابت شفتوها، غنزيدو عليها هذا الشعريه الصينيه فيرميسيل بعد ما كتكونوا سلقتوها وقطعتوها راكم عارفين كيفاش. غنخلطوها دابا مزيان باش تدخل بعضياتها ونخليوها تدخل في بعضياتها وندوزو نصايبو ليها الوريقه اللي غنصايبوها بها باش غنعمروها. المهم دابا غنبداو نطلقو في العجينه الزيت عادي بحال كديرو مسمن وصافي، وطلقو كويرات صغيورين هانتوما غتشوفو قداش القدر، وفي بلاطو بحال هكا باش بلا ما تلصق ليكم وخا يبان ليكم سطح العمل كتبقى ما كتقطعش، ماشي بحال الرخامه كتكون فيها شي جريحه ولا شي حاجه كتخسر ليكم الورقه ديالتكم. هانتوما قداش كتجي هي هكا صغيره، غنكملوا بحال هكا. ونرجعوا باش نبداو نطلقوا نعمروا فيها، كنشدوا مول بحال هذا كيدخل الفران ديال الدجاج ولا ديال اللي بغيتوا نتوما تدخلوا ولا لاطا ولا هذا. المهم انا عندي هذا المول وكندهنوه بالزبده مزيان الجوانب وكل شيء هكا، مدهناه كامل هكا والجوانب ما نساوهمش. ودابا غادي نبداو نوجدو ونحطو فيه. المهم دابا غنحتاجو بحال هاد الطبصيل هذا، انا بالنسبه ليا غنعمر في هاد الطبصيل هذا شفتوه كيكون شويه مغرف باش كيجمع لكم الحشوه. هانتوما غتبقاو معايا وغتشوفوا. بعد نطلقو معاكم دابا سمنا هكا هكا مهم شويه ما تكونش مرقه بزاف او ثاني تتولي تخرج لك الحشوه ما تكونش غليظه بزاف معين. ها هما عينكم ميزانكم هانتوما كتشوفوا بحال هكا ياك، وكتحتاجوا بحال هاد الطبصيل هذا ندهنوه بالزيت ونبداو نحطوه فيه هكا. نحطوه هكا ديولي هكا باش ما يبقاش داك الهواء. مر ما عندي الضفار تتقطع ليا ديك الورقه. نبداو نعمرو في الحشوه، نهزو بحال هكا ونهزو هكا قرب ليا هادي دونا نعمرو هكا. تعمرو كاع الجوانب وتعمرو فهمتي كيفاش. ديروا شويه الفرماج الفوق بحال هكا هكا، ونبداو نجمعوا فيها بحال هكا. حاولوا هكا تشكلوها على شكل وريضه حيت هاد الفوقاني غيولي هو التحتاني. الا جاتكم هكا شويه بالبيضة بحال هكا ياك، الزوائد تحيدوهم بالمقص بحال هكا شوية ولي زيت ونقلبوها دابا بحال هكا ونحطوها في المول ديالنا بحال هكا شتو كيفاش كتجي. ونكملو بحال هكا، ندير واحدة أخرى باش اللي ما
فهمتش اكثر ولا ما شافتش مزيان اكثر. صافي تشوف هذه حتى هي تلقاو عاوتاني واحده اخرى بالزيت هكا، راه كتوجد ساهله ماشي زعما فيها شي صعوبه ولا هادي. ها هي هكا نجيبو عاوتاني داك التبصيل بحال هكا. ونحطوها بحال هكا، نحطو عاوتاني الحشوة كي اللي كيدير الفرماج من التحت، انا كنديرو غير من الفوق حيت الجهة الفوقانية هي اللي غتولي، الجهة التحتانية هي اللي غتولي فوقانية. نسو هكا، حاولوا اللي بان لينا الحشوة ما فيهاش الطريفات ديال الصدر ديال الهداند نعاودو نهزوهم بحال هكا وحدهم ونجمعوها. نديرو فرماج، عفوا نسيت فرماج، نديرو هكا نديرو هكا شو البنات وتبداو تجمعو هكا. خا تقطع عليكم البنات ما تخافوش، نتوما هكا كتهزو الحشوة هكا شي الأخرى تا هي كتهزوها هكا. تحاولو كاع فين كاينة التقيبات هاهما تجيبو بحال هكا كتجمعوها. المهم ها هي السطلة ديالنا وشتات، شتوها بحال هكا كتجي. نعاودو نحطوها تا هي في المول ونكملو بحال هكا ونعاودو نرجعو ليكم بعد ما قديناهم. هاهما كملناهم دابا، هاهما شحطاتنا وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة وهنا جوج. المهم كندهنوهم بالزيت، أنا ديجا دهنتهم بالزيت. اللي عندها شيتا باش دير البيض ولا اللي بغا دير، أنا مبغيتش ندير أختي البيض حيت ما كيعجبنيش السفورية ديالو. نديروها دابا طيب في الفران على درجة 180 180 درجة، كنديروها لتحت كطيب من التحت وكنطلعوها الفوق مدة ثلث ساعة بحال هكاك، نص ساعة كاع كطيب. البنات ها حنا رجعنا لكم بعد ما طابت البسطيلة ديالنا، ها هي كيفاش كتجي محمرة كاملة. المهم دابا غادي نحلو معكم شي وحيدة باش تشوفوا كيفاش جات. سمعتوها كيفاش كتقرمش، هانتوما الفرماج كيجي فيها شتي كيفاش كتجي معلكة الفرماج. هانتوما شتي كيفاش كتجي الصوت ديالها كيجي مقرمش. يلا بصح يلا يلا بسلام عليكم البنات، وما تنساوناش بالاشتراك وبالضغط على زر الجرس وشي كومنتار يكون زوين. بحالكم، يلا باي باي.